الأعداد بقى، فكرة إن أنا أصلي على النبي كم مرة، هل في أوراد، هل في طريقة معينة للصلاة على النبي بالأعداد؟ الأعداد 10 مرات في الصباح في أذكار الصباح، و10 مرات في أذكار المساء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي 10 مرات، ده 10 مرات في أذكار الصباح و10 مرات في أذكار المساء. أذكار المساء خلاص، دي حاجات الثابتة. لكن لو واحد صلى على النبي كل يوم 1000 مرة حرم الله جسده على النار. ياه، ده بسيطة خالص. لو واحد فضل قاعد كده كل يوم يقول 1000 مرة تبيرة من فكرة 1000 مرة أنا كنت فاكراها صعبة. لا، وبعدين لما بقت صحابي يجيبوا لي السبحة اللي هي الرقمية دي، أيوة. وفي ناس معرفش كانت بتحرمها، معرفش ليه، لا بس لا سهلت الموضوع جدا. أيوة. فجأة وأنا مثلا في الطريق في العربية ألاقي 1125، عملت مثلا 1200 أيوة. مرة أيوة. ألف كده. أيوة. فبتسهل يعني. على النبي ناخد ورد كده في ال10 الأواخر دول من رمضان، ونقعد بقى نقول إحنا هنقول كل يوم 1000 مرة الصلاة على النبي، مش تاخد منك ساعة. فناخد ساعة بقى، نختار ساعة في اليوم، ونختار الساعة مين بقى؟ الساعة الحلوة بقى. هل لازم نصفي ذهننا ولا ممكن نصلي واحنا بنعمل؟ ممكن نصلي ست واحنا بنعمل، ست بتلبس ممكن. عيالها بتحمي ممكن. بتعمل ممكن. يعني ممكن تصلي وهي بتحمي وبتعمل لبس ولاتها وهي بتعمل الاكل وهي بتعمل يا سلام، ده لو عملت الاكل بالذكر ده موضوع تاني مختلف. طعم الاكل بيطلع مختلف لو صلت على النبي عليه الصلاه والسلام. بس خلينا ناخد الساعه اللي هي دايما بنقع فيها في النوم، اللي هي قبل السحور بساعة. احنا لو افترضنا الفجر بدا الساعة 4 فبنسحر 3:30، نقعد من 2:30 ل3:30 ونقول هنخلي الساعة دي 1000 مرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قد ايه لما الواحد الساعة دي قرآن ولا ذكر قرآن او صلاة على النبي او ذكر، كلها تمشي. ما هي صلاة على النبي، ما هي ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام. واحنا قد ايه القرآن ذكر، والقرآن ذكر برضه، والصلاة ذكر. يعني اللي البريود اللي مش قادرة تصلي في رمضان، هو محدش قال لها ان تقف تصلي على النبي، تقرا قران، تقعد تفضل قاعده في اتجاه القبله تقرا القران، لا حرج في ذلك. ما عندهاش اي مشكله في حاجه، تكمل الورد بتاعها، تكمل القران بتاعها، بتعمل كل حاجه بتتعمل ما عدا الصلاه بس. طيب السيدات اللي بيحضن وممكن ينزلوا المسجد يحضروا بس الصلاه، يعني في كتير بتلاقيهم الصلاه تبدا هم قاعدين ورا على ركن كده، ما بيعملوش حاجه غير ان هم قاعدين بيسمعوا القران، هل ليها ثواب يعني انها نازله ورايحه؟ طبعا لها ثواب عظيم، ان هي تقعد تحضر الذكر ومجالس العلم ومجالس الذكر. المراه الحائض يجوز لها ان تحضر مجالس العلم، لا حرج في ذلك. وان هي تقعد تستمع الى القران الكريم، وتقعد تسمع الشيخ وهو بيقرا، والكلام ده كله في صلاه التراويح، والكلام ده كله كل ذلك لا حرج فيه، هو الاصل. بدل ما تفضل قاعده في البيت وهتروح بقى ناحيه التلفزيون راحت كذا، خليها بقى تقعد اصلا وتبقى يعني قاعده موجوده في المسجد وبتستمع الى القران الكريم، وده شيء افضل يعني. جميل. لا يمكن ان يقال فيه الا انه خير. جميل. طيب الستات اللي بيدخلوا على الروضه الشريفه ومشاعرهم بتبقى معلنه، وبتقول بقى اللي يا حبيبي يعني بتقول كلام مش الكلام اللي المفروض، السلام عليك يا رسول الله، سلام، يعني مش بتقول ده، بتقول حاجات تانية. احنا مش محتاجين نقول كلام منمق في الدعاء، لكن السلام واضح، ما تقول السلام عليك يا رسول الله، ده واضح، لان احنا لازم نسلم على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. يعني مش كل الستات مش مهم يعني هتنمق الحته دي، مش لازم، مش محتاجين تنميق في حاجه، لكن كل واحد يقول مشاعره ويقول اللي جواه ويقول زي ما هو عايز. لكن الافضل الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. لكن لو واحد قال حاجه بس بشرط الا يكون في ذلك دعاء، يعني ما يقولوش يا رسول الله اهدي لي ابني، اهدي لي ولدي، لا 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 ما نقولش كده. خلي يعني ايه، ما نقولش ما نطلبش من النبي، ده حاجات تطلب من الله سبحانه وتعالى فقط، الهدايه الاولاد والرزق وسعه الرزق وسعه المال وكذا وكذا، دي من الله سبحانه وتعالى. ده يبطل يعني؟ لا مش يبطل، لكن احنا يعني بس دايما كلمه بحق جاه النبي بنقولها. لا الكلمه دي يعني مخالفه، بنقولها المصريين بيقولوها. انا فاهم ان بتتقال، لكن مش كل ما يقوله المصريون صحيح يعني. لكن فبحق جاه النبي دي لان فيها كلام. يعني احنا مش عايزين نعمل قسم او نعمل حاجه او نعمل وعد بشيء يعني قد يكون فيه مخالفه او قد يكون فيه سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. لان احنا بنتعامل بقى مع ربنا ومع الرسول عليه الصلاه والسلام في القصه. لازم كل واحد ياخد قدره وياخد مكانته، وما قدر الله حق قدره، لازم ناخد بالنا من الحكايه دي. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما ندخل عليه ونزوره نقول السلام عليكم، انما المساوئ اللي بتحصل ارتفاع الصوت، الجري، الناس بتزق بعضها، كل ده ما ينفعش، لا يجوز ابدا اطلاقا بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام. لان بيتخانقوا على حاجه، لان الاصل ان نرفع اصواتنا بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام، لان في نداء تاني من نداءات الرحمن بيقول كده، صحيح، يقول يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي.